وطن منحازون للحقيقة. موجز الأنباء من تلفزيون وطن، أهلا بكم. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وأغلقت الشرطة الباب عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود، وأمنت الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم بالأقصى. يصادف اليوم ذكرى تنفيذ مجموعة الشهيدة دلال المغربي لعملية احتجاز الحافلة الإسرائيلية عام 78 على ساحل قرية سيدي علي المهجرة، والتي أقيمت على أراضيها مستوطنة هرتسيليا. وفي مثل هذا اليوم أيضا اعتقل جيش الاحتلال الأسير اللبناني يحيى سكاف الذي اختفت آثاره منذ ذلك الوقت، وتنكر إسرائيل وجوده لديها. نظم عدد من موظفي سلطة الطيران المدني في قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مكتب سلطة الطيران المدني رفضا للقرار القاضي بإحالتهم إلى التقاعد المبكر. قال وزير التربية والتعليم دكتور صبري صيدم إن أكثر من 80,000 طالب وطالبة ونحو 5,000 معلم تعرضوا لاعتداءات متكررة من جيش الاحتلال خلال العامين الأخيرين، وأوضح صيدم إن هذه الاعتداءات تراوحت ما بين الاستشهاد والجرح والاعتقال وتأخير على الحواجز وهدم للمدارس. نختم الموجز مع حالة الطقس. يكون الجو يوم غد الاثنين صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ولمزيد من المعلومات والتقارير الإخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن.تيفي. نهاية الموجز، إلى اللقاء. وطن منحازون للحقيقة.